خلونا نختم حلقتنا النهارده من دبي وحفل جماهيري جمع ما بين نصيف زيتون وابو ومحمد خيري. كان لينا لقاء مع محمد خيري اللي ولع الدنيا بالقدود الحلبيه والموشحات القديمه، وطبعا الناس كلها كانت مستنيه ابو في ثلاث دقات. البدايه كانت مع ابو وطبعا بالاغنيه اللي اشتهر بيها مؤخرا ثلاث دقات. أبو كان لي رد على الناس اللي قالوا إن الأغنية نجحت فقط بسبب مشاركة يسرى فيها. طبعا نجحت عشان ظهرت فيها الفنانة يسرى، أنتم مستكترين يعني إن الفنانة نجحت لكل عوامل الحب الصراحة. كمان اتهم مؤخرا بسرقه الحان ثلاث دقات من اغنيه اسبانيه بكل تفاصيلها. جوني عواد فنان لبناني وهو مدرس لغه اسبانيه، وعجب قوي عجبه جدا ثلاث دقات لدرجه ان هو ترجمها وسجلها بمزيكا ذو طابع اوروبي، بعتها لي وقال لي هي دي انا عملتها عشان حبيت ثلاث دقات، فقلت له عجبتني جدا وهي من احلى الكفرز اللي اتعملت للاغنيه الصراحه. خلي اللي يقول يقول. ثلاث دقات كانت مجرد بوابة خروجه للجمهور، لكن أبو قدم أعمال سابقة مهمة جدا. نسافر وفاكر حترتاح هناك وتاخد صحابك وحلمك معاك، دي أغنية اسمها مسافر، غنيتها دوات مع الأستاذ أحمد الفنان العظيم أحمد عدوية. ومن أهم فقرات الحفل كانت فقرة لمحمد خيري واللي أبدع في أداء الموشحات والتراث الحلبي، الخط الفني الأهم بالنسبة له. بلشت بلاين عمره 7 سنين وعرفت فيه، ماني مضطر هلا أطلع عنه، إذا بدي أعمل شيء هلا الخاص بدي يكون زاد الشيء بيشبهه ولو تقريبا شيء 70 أو 80% تقريبا. محمد كان ليه تصريح قوي وصف فيه رأيه عن حالة الفن في الوطن العربي حاليا. فن مات من 10 سنين وأكثر. هلا زمن الأغنية اللي هي بتاخد 3 شهور 4 شهور بعدين بتختفي. الحفلة كانت مع نصيف زيتون بأحلى المواويل وباقة من أغاني اللي عشقها الجمهور. ولكن في آخر الحفل نصيف رفض إجراء أي لقاءات وقال إنه تعبان جداً.